ينضم معنا من لندن السيد عادل الحامدي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عادل، بداية مرحبا بكم. الأمم المتحدة تقول إن قمة جنيف يمكن أن تفشل قبل أن تبدأ، إلى أي مدى ترى أنها تقلل ربما من فرص النجاح؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. حياك الله. بالتأكيد حديث الأمم المتحدة أو عدم شفاء الأمم المتحدة بإمكانية التوصل إلى أي سوية سياسية للأسف في اليمن ناجم عن القناعة الأولى بأن الإرادة الأممية وإرادة الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لم تتوفر بعد، أن الأمم المتحدة تدرك تماما أن الخلافة في اليمن ليس خلافا يمنيا وإنما هو أصبح الآن صراع قوى إقليمية ودولية، وأن اليمنيين أصبحوا مثل حصر المعارك بين الحوثيين وإيران من جهة ثانية وبين قوى التحالف، هي قوى متصارعة متصادمة فيما بينها، وأن الحكومة الشرعية بين قوسين في اليمن لم تعد تمتلك بالشرعية إلا اسمها، أما على الأرض فالإمارات العربية المتحدة وقواها الإقليمية هي التي تدير المعارك في اليمن. ومن هذا المنطلق تقول الأمم المتحدة ويقول كل المرتب بأن مفاوضات الشباب المرتقبة رغم أيضا من ما بدأت فيه من تشاؤم الأمم المتحدة وأيضا للحوثيين ليست أو الآمال المتعلقة حولها ليست آمالا كبيرة بالنظر كما قلت لك إلى عدم توفر الإيرادات الجاية. لماذا استمرار المعارك على الأرض؟ ميليشيا الحوثي لماذا يتهرب ممثلو هذه الميليشيا من المباحثات إذا كانوا فعلا يريدون حلا؟ الحوثيون يدركون أن عقارب ساعة المفاوضات أو الحل السياسي ما زالت بعيدة، وهم يدركون أن قرار التوصل إلى أي حل سياسي ليس بيدهم أصلا، وأن إيران إذا تمكنت أو إذا استطاعت أن تصل إلى توافقات مع المجتمع الدولي بما في ذلك القوى التحالف فإن المفاوضات بعدها تصبح سالكة. أما ذهابهم اليوم وعواصمهم أو مدنهم تدكوا في صواريخ التحالف فهذا أعتقد بأنهم يدركون أنه مضيعة الوقت وغطاء سياسي لاستمرار الحرب ضدهم ليس إلا. إلى أي مدى ترى أن الدور الإيراني يقف عائقا في تخطي المبعوث الأممي لعثرات عملية إعادة السلام؟ في الحقيقة يجب أن نضع كل دور في مكانه. الإيرانيون يدركون اليوم بأنهم هم النقطة المطلوبة أو أنهم هم الرأس المطلوب بعد إلغاء الاتفاق النووي من طرف الإدارة الأمريكية وبداية العقوبات الأمريكية على إيران مجددا، وهي عقوبات بزيادة مستمر، وكل الأنباء والمصادر والتقارير تشير إلى أن العلاقات الإيرانية الأمريكية ثم العلاقات الإيرانية الدولية تسير في اتجاه سلبي، وبالتالي فإن إيران لا يمكن أن تسلم في أوراق يمكن أن تتكد بالنسبة إليها عوامل ضغط أو دفاعا عنها. فالحوثيون هم احد القوات التي تواجه بها ايران مخالب المجتمع الدولي ومخالب الولايات المتحده الامريكيه، وايضا تهدد بها امن المنطقه في حال ما اذا تم الهجوم عليها فانها سوف تحرق المنطقه بعمتها. امام هذه المعطيات ما الذي يملكه المبعوث الاممي ليقدمه من وجهه نظرك؟ للاسف الشديد كانت ذلك رهانات ان المبعوث الأممي وهو مبعوث بريطاني كان على علاقة بالملف اليمني منذ قديم، وتربطه في اليمن علاقات قديمة، وتربط بريطانيا باليمن أيضا علاقات قديمة. كانت هناك رهانات أن المبعوث الأممي يمكن أن يقدم شيئا للحل السياسي في اليمن، لكن للأسف الشديد التقاطع وانكسار التحالف العربي وتضاده بالداخل وغموض أهدافه أنه في الوقت الذي يسعى فيه أو يقول فيه على المستوى العلني أنه يريد أو يسعى لتحرير اليمن والقضاء على الانقلاب الذي نفذه الحوثيون، لكنه على الأرض للأسف الشديد يمارس أشياء أخرى عكس ذلك، فهو
يضرب مثلا حلفاء للسحابة في جنوب اليمن وحتى في شمال اليمن قبل أن يضرب الحوثيين، وهذا الذي يجعل من الرسال حتى على التحالف العربي رسال ضعيف. بالتالي فكل موازين القوى الآن لا تسير إلى أننا أمام إمكانيات الحل، ومن هنا المبعوث الأممي هو الحقيقة يعبر في نهاية المطاف عن إرادة الأطراف. شكرا لك أستاذ عادل من لندن. الأستاذ عادل الحامدي الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.